لما كنت في دار الإفتاء عملت كتاب عن الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى. الشيخ محمد عبده قعد في الإفتاء 6 سنوات، صدر منه فتاوي حوالي 960 فتوى. 960 فتوى؟ أيوة. في 6 سنين؟ في 6 سنين. فده معناه ان السنة بمئة وخمسين فتوى مثلا، يعني معناها حوالي بتاع 12 فتوى، 15 فتوى في الشهر، يعني كل يومين فتوى يجي له سؤال او فتوى. نعم. وبعدين لقيت، طب انا بفتي قد ايه في السنة؟ سنة واحدة لقيت 500,000. نص مليون فتوى. نص مليون فتوى. فابتديت اعمل بحث في اسباب هذه الظاهرة. محمد عبده ميت 1905، واحنا في حين اذن لما عملت البحث كنا 2005. يبقى في 100 سنة. مظبوط. هو ايه اللي حصل في 100 سنة خلى الفارق ما بين السنة 150 للسنة 500,000؟ ده احنا هنا 150 وهنا 500,000، ده عدد الفتاوى كلها 960، وانا عندي في سنة واحدة 500,000. هل لكثرة الناس، لكثرة المسائل، تعقد الحياة؟ عملنا كل العلل دي. تمام. هل يا ترى لكثرة الناس مثلا؟ هل يا ترى لكثرة خطأ الفتاوي المنتشرة في الميديا ومنتشرة في الإعلام وكذا، فالناس بتسأل مرة أخرى حتى تتأكد. الناس سمع فتاوي غير معقولة المعنى فبتسأل جهة الإفتاء هو ده صح ولا غلط، كمرجعية بقى بالظبط. نعم. هل يا ترى من أن الناس قديما كانت تتردد على المسجد أثناء محمد عبده؟ كان 14 مليون الشعب، وفي 2005 كنا وصلنا 80 مثلا. فيعني مضروبة في 6 صحيح تقريبا. فهل كده عملنا حوالي بتاع 12 سبب؟ هل علشان تطور وسائل الاتصال؟ لانه بقى فيه وسائل اتصال متاحة ما كانتش موجودة في هذا الزمن. انما في الجملة نرى انه ايضا في جانب شهوة المعرفة من ضمن الاسباب بتاعة كثرة السؤال والإلحاح في السؤال وأنه حتى كثير من الناس يروح يسأل ثم يسأل نفس السؤال تاني لواحد تاني فيقول له مذهب تاني فيقول له يحير نفسه. بتحصل كتير. وده ممنوع في الفقه. رحت سألت عالم، ينبغي أن تسأل عالم تثق فيه. ثم تأخذ فتوى. قال لك اعمل بفتوى ولا تعمل بتقوى. يعني حتى لو لقيته هو مخالف لكن هو افتكى في دين الله بهذا تعمل زي ما هو بسهوله. سؤال واحد لو تشلف على كل المشايخ اللي تعرفهم يعني. وكثير من الناس يسال كانه بيسال اختبار، زي ما اغضبوا رسول الله كده. واخد بالك؟ اول ما يجلس معاك يقول لك ايه رئيساتك في البنوك؟ وهو ما معهوش ولا مليم ولا مليم في البنك. وبعدين بيسال عن حكم البنوك. فلوس البورصه حلال ولا حرام؟ طب انت بتستثمر في البورصه؟ ولا يعرف عنها حاجه، ولا يعرف هي فين على الخريطه. وهكذا. يعني دي حاجات عايز بس ان احنا نرجع الناس مره ثانيه الى اداب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تركها لنا على المحجه البيضاء، وان الدين سهل ويسير، ولا كثرة السؤال فيه ليست هي التقوى وليست هي العلم. كثرة السؤال فيه تؤدي إلى ضرر ولا تؤدي إلى، أو تؤدي إلى ما يضر ولا يسر. نعم. نعم.